مرحبا بكم مرة ثانية مشاهدينا الكرام، نعود نتواصل معكم والتحية لكل الذين انضموا ليتابعونا فيما تبقى من هذه الحلقة من صباح الشروق. أول ضيوفنا حنكون مع واحدة من أهم وأكبر المنظمات في السودان، وللأوطان في دم كل حر يد سلفت ودين مستحق، وللحرية الحمراء باب بكل يد مدرجة يدق، وللمستعمرين وإن ألان قلوب كالحجارة لا ترق. مسيرة النضال الطويلة جدا في السودان يعني مهروها كثير جدا من الشهداء. نحب نحيي كل أسر الشهداء، الأسر الصابرة والصامدة، ونتمنى أن الله سبحانه وتعالى يتقبلهم يعني ويشفعهم فينا إن شاء الله. وبنحيي أيضا منظمة الشهيد، هذه المنظمة اللي بتسعى أنه تسهل كثير جدا من سبل الحياة لكل أسر الشهداء بخدمات متميزة، خدمات حقيقية يعني تخدمهم وتعينهم على هذه الحياة، باعتبارهم هم من أكثر وأهم الباذلين في هذا الوطن عطاء ودماء. نسعد أن يكون معنا نائب المدير العام لمنظمة الشهيد السيد ملاسي أوهاج ملاسي. مرحبا بك، صباح الخير، وكل عام وأنتم بخير بمناسبة ذكرى الاستقلال أيضا. أهلا وسهلا، مرحبا بك وبأهل السودان في هذه الأيام العطرة من استقلال السودان. مرحبا بك سيد ملاسي، ويمكن العيد القومي للشهيد بكل ولايات السودان هو واحدة من الفعاليات المهمة جدا اللي بيتم من خلالها كثير من الفعاليات التي بالتأكيد تؤكد على دور الشهداء وتكريم وإيفاء لجزء من الأدوار اللي قاموا بها الشهداء وتكريم لأسر الشهداء بعدد من المشروعات والخدمات. نتحدث بداية عن العيد القومي للشهيد بولاية جنوب كردفان إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. تحية في هذا الصباح الباكر صباح الشروق لأهل السودان والبلاد تتفيأ ظلال الاستقلال. هذا الاستقلال الذي حقيقة جاء تكريم وتخليد وشكر لأهل السودان قاطبة. منظمة الشهيد على مستوى المركز درجت سنويا أن تحتفل بعيدها، ولعل العيد 26 الآن في ولاية جنوب كردفان. ولاية جنوب كردفان ولعل يعني هذه الولاية مرت بظروف كما يعلم الجميع، يعني المنظمة حقيقة يعني درجت أنه تكرم هذه الولاية وتكرم أسر شهداء الكرام. العيد يأتي في حقيقة منظومة ومصفوفة، نحن حرصنا أنه نحيي فيها هذه القيم، قيم الشهادة وقيم الفداء لأهل السودان، مربوطة منذ المهدية ومرورا بالعهد الوطني والإنغاز. لذلك ولاية جنوب كردفان ولاية حقيقة عندها خاصية، ونحن أدينا ميزة إيجابية في هذه المرة في الخدمات. لذلك يعني العيد هو عبارة عن تعظيم وتعزيز لخدماتنا المختلفة في ثلاثة محاور أساسية: محور دعم وإحياء هذه القيمة، قيمة الشهادة عند الله سبحانه وتعالى وأجرها وثوابها والحفاظ عليها والثبات على هذه المبادئ، ومحور يتعلق بالخدمات التنموية، وهو لعله هذا المحور أساس في احتفالاتنا، هو توفير سكن ملائم ومأوى ملائم لأسر الشهداء الكرام، وكذلك تمليكهم مشروعات إنتاجية عبر شراكات. حقيقة يعني هذه المرة كانت ذكية مع ديوان الزكاة على مستوى المركز الولاية ومع حكومة ولاية جنوب كردفان، الحقيقة لها القدح المعلى في هذا العيد. أضيف إلى ذلك المحور الأخير هو محور الخدمات الاستهلاكية، ولا سيما نحن في منظمة الشهيد بنرعى يعني وبنخدم خدمة لأكثر من 1227 أسرة شهيد في ولاية جنوب كردفان، وقرابة 30 ألف أسرة على مستوى السودان، قرابة 150 ألف فرد. لذلك حرصنا أن العيد يكون مناسبة فيها يعني وفاء وفيها عهد وميثاق والحفاظ على هذه العهود والمواثيق، وتظل أمانتهم وديعة في أعناقنا جميعا وفي أهل السودان. نعم، يمكن إحنا زي ما عرفنا منك قبل ما ندخل معك على الهواء إنه شعار العيد هذا العام دماء الشهداء مهر السلام، وولاية جنوب كردفان ولاية ذات خصوصية، يعني ولاية كانت ترنو للسلام وتترجاه لفترات طويلة جدا رزحت تحت عدد من الصراعات، لكن الحكومة وأهل الولاية نفسهم اختاروا السلام، وكان في تنادي كبير جدا من أهل الولاية باعتبارهم أيضا أصحاب المصلحة. خلينا نتكلم عن فكرة تعزيز ثقافة السلام في ولاية جنوب كردفان. هذا المشروع الكبير القومي شنو مساهمة منظمة الشهيد فيه؟ يعني
نعم، لعل يعني شعار العيد دماء الشهداء مهر السلام بيحكي عن دلالات يعني ومغازي هذا العيد، ولا سيما ولاية جنوب كردوكان كما ذكرت أخي الكريم أن ولاية حقيقة يعني عاشت من قبل ابتلاءات وامتحانات وحروب، والآن يعني هي تعيش يعني حقيقة السلام في طمأنينة وأمن. لذلك المنظمة ومن أهدافها أن هي حقيقة إحياء هذه المعاني، والمعاني بصورة أساسية هو السلام. هذا السلام الذي من أجله يعني استشهد النفر الكريم والذين هم أكرم منا جميعا. لذلك جاء يعني اختيار ولاية جنوب كردفان وجاء تعزيز هذه الخدمات بصورة أكبر. ولعل العيد الآن هو في نهاية هذا الشهر في الأسبوع الأخير من يناير، بنفتكر أنه فيه خدمات حقيقية لأسر الشهداء في محاور الثلاثة ذكرتها عليك. نحن الآن على مستوى يعني ولاية جنوب كردفان الآن يتدعى أهل السودان كلهم ولايات السودان المختلفة في تقديم خدمة واحتفال وشكر وتقدير للأسر الكريمة في محليات هذه الولاية، محليات الشرقية ابتداء من أبو جبيها والعباسية ورشاد كالوجي التلوجي اللير، أضف إلى ذلك المحليات الأخرى ابتداء من الدبيبات ومنطقة أو المحلية الشرقية هبيلة ثم إلى عاصمة الولاية هي كادوغلي. لذلك شهد الشهر الماضي حقيقة هذه الاحتفالات وتسليم أسر الشهداء الكرام يعني مشروعات إنتاجية وتسليمهم مساكن حقيقة يعني هي تجد التقدير والاهتمام. نحن في منظمة الشهيد بنفتكر أنه العيد مناسبة وفرصة أن نكرم فيها هذا النفر الكريم وكذلك نعزز من قدماتنا ونعظمها، وأضف إلى ذلك نحافظ على هذه الأمانة وهذه الوديعة اتركوها لنا الشهداء الكرام. نعم سيد ملاس، يمكن يعني ذكرت وتحدثت عن الخدمات والمشروعات التي تقدم لأسر الشهداء بصورة عامة، ولكن إذا تحدثنا عن نماذج لهذه المشاريع ويعني لأي مدى نجحت هذه المشروعات، ونحن نعلم تماما أنه يعني المشروع بيحتاج لإدارة كبيرة جدا من صاحب المشروع، بيحتاج لتمويل، بيحتاج لدعم لمتابعة، فحديثنا عن نماذج لنجاح هذه المشروعات. لعل يعني أكبر النماذج، أنا أفتكر النموذج الأول هو إحياء هذا البعد في أنه نحن في جنوب كردفان حقيقة في عمل لأول مرة لمنظمة الشهيد في عمل تمثيلي إحياء لمجاهدات ولتضحيات الأميرة مندي والسلطان عجبنا. الآن يعني هذا الفيلم التمثيلي جاهز الآن، هو يكون إن شاء الله هدية لأهل جنوب كردفان، فيه يعني ربط هذا التاريخ التليد الماضي بهذا الواقع وبالمستقبل الذي نتفيا ايضا ظلاله بامن وسلام واستقرار. لذلك هذه واحده من المشروعات الاساسيه. اضيف الى ذلك هو مشروعات السكن. نحن في جنوب كردفان زي ما ذكرنا نفذنا اكثر من 259 منزل كامل، غرفه وحوش وحمامات، اضافه الى غرف في بعض المحليات. نعم. بتشراكه مع إخواننا في الزكاة على مستوى مركز الولايات وحكومة ولاية جنوب كردفان، يتم تسليم هذه المأوى للأسر مباشرة، ولعل الآن أغلبها تم تسليمه ويعني استلمه. نعم. إضافة لذلك المشروعات الإنتاجية، نحن مستهدفين قرابة 800 مشروع، 800 مشروع إنتاجي لأسر الشهداء وفق معيار ووفق حقيقة يعني أولويات محددة بالتنسيق مع ديوان الزكاة أيضا والمنظمة المركزية، ونكاد نجزم الآن أي محلية تم في احتفال تم تسليم هذه المشروعات. أضيف إلى ذلك مشاركة الولايات ذكرتها في المحليات. حقيقة نحن مقدرين يعني ظروف البلد وظروف الأسر، لذلك يعني وجهنا ولاياتنا أنها تقدم دعم مباشر للأسر على مستوى محلياتها، وفعلا بادرت ولاية كسل، القضارف، ولاية الجزيرة، النيل الأبيض، ولاية شمال كردفان، ولاية جنوب كردفان، ولاية جنوب دارفور، كلها كانت حاضرة في الشهر السابق في هذه المحليات، وزارت زيارات مباشرة لهذه الأسر وقدمت هذا الدعم الاستهلاكي، دعم استهلاكي في معاش الناس يعني. لذلك نحن بنفتكر أن منظمة الشهيد هي نيابة عن القيادة العليا ونيابة عن المجتمع تقوم بهذا الدور، وهذه الأسر هي أكرم منا جميعا وهم يستاهلوا حقيقة ويستحقوا هذا العطاء، لأنه نحن الآن يعني بركات الشهداء الكرام نعيش في أمن وسلام واستقرار، ونظل العهد والوفاء بهم أنه نسير على طريقهم ونحافظ على مسيرتهم بفضل تضحياتهم بفضل مجاهداتهم بالتأكيد. يعني ذكرت الخدمات الاستهلاكية،
وخلينا برضو نتكلم عن يعني نحاول نربط الموضوع بالواقع الآن. يعني يمكن نحن قبل أيام السيد رئيس الجمهورية خاطب اتحاد العمال، وجه بزيادة الأجور للعمال الحد الأدنى وأيضا للمعاشيين. شنو أنتم برضو دوركم في مواكبة هذه الأحداث المضطردة؟ يعني في دعومات مباشرة احنا بنعرفها، في اهتمام بالتعليم لأبناء الشهداء، اهتمام بالصحة أيضا لكل أسرهم. حجم الدعم ده بيزيد كيف يعني بالنسبة لكم أنتم؟ هل في دراسات أنتم بتعملوها؟ كيف بتوجهوا الموضوع ده برضو بتنسيقكم مع فروع المنظمة في الولايات؟ نعم، حقيقة يعني حجم الدعم هو مرتبط طبعا بظروف البلد، ومرتبط بعطاء وجهد الخيرين والدولة والولاة. لذلك نحن يعني في هذا الإطار حقيقة ركزنا بصورة أساسية منذ 2012 أنه تعتمد الأسرة على نفسها، في حيث أنه نملكها مشروع إنتاجي بدراسة جدوى. ولعل الجديد في هذا العيد وبشريات اليوبيل كما يعلم المشاهد الكريم أنه نحن الآن أنشأنا محفظة وأنشأنا مؤسسة مسمينا مغانم للتمويل الأصغر. نعم. خالصة وحصرية على أسر الشهداء الكرام بتمويلهم. أضيف إلى ذلك أيضا محفظة المعوى، هذه المحفظة بشراكة مع القوات ذات الصلة، قوات المسلحة، الشرطة، جهاز الأمن والمخابرات، الدائم السريع، دفاع الشعبي، شرطة شعبية، خدمة وطنية. هذه المجموعات كلها في إطار يعني شراكة في محفظة المعوى، بحيث أنه نحن نستكمل متبقي حوجة الأسر الكريمة. أضيف إلى ذلك تفعيل يعني وتنفيذ قرارات رئيس الجمهورية فيما يتعلق بالعلاج المجاني لأسر الشهداء الكرام، والتعليم على كل المستويات، التعليم العام والتعليم العالي. ولعل المنظمة الآن درجت إلى يعني الاهتمام بالعنصر البشري ورفع قدراته، بحيث أنه التزمنا على مستوى المركز بقرارات رئيس الجمهورية بأنه التمويل الفوق الجامعي، الماجستير والدكتوراه لأسر الشهداء الكرام، يكون مجانا ويكون بدعم من المنظمة الاتحادية. نحن حقيقة حريصين أن هذه الأسر تكون أسر عزيزة ومكرمة، وأسر حقيقة يعني لها الشكر والتقدير. لذلك كل هذه الحزمة من الـ يعني الدعومات تظل يعني دين علينا، وهي يعني بمقابل تضحياتهم أفتكر ما تساوي شيء يعني، ولكن نظل على العهد ماضون ونظل في الدرب إن شاء الله يسائرون بإذن الله. تحية لكم والله يا سيد ملاسي على الأدوار الكبيرة اللي بتقوم بها تجاه خدمة أسر الشهداء، وزي ما ذكرت هو رد لدين يعني، وواجب بسيط يقدم لأسر الشهداء باعتبار أنه هي أسر قدمت أبناء لفداء الوطن. نتحدث عن شكل البرنامج وتفاصيل البرنامج اللي هو مفترض أنه يكون كتوقيت 200 العيد القومي 26 للعيد القومي للشهيد 26. نعم، لعل العيد هو في نهاية هذا الشهر في يناير، الأسبوع الأخير من شهر يناير 2019. فيه يعني حقيقة يعني ربط هذا العيد بالاستقلال وربط بتضحيات أهل السودان قاطبة يعني. ولعل رئيس الجمهورية هو رئيس مجلس أمناء المنظمة، وهو القائد العالي للقوات المسلحة، هو حاضر ويشرف هذه الاحتفالات دوريا منذ 26 عام يعني. ملامح الاحتفال بصورة أساسية فيه افتتاح لنماذج من هذه المباني ومن هذه المنشآت أسر الشهداء الكرام في كادوغلي، ثم بعد ذلك المرور على المعرض المصاحب. المعرض أيضا فيه حقيقة يعني تراث لولاية جنوب كردفان، وفيه معرض لصور شهداء الكرام على مستوى القومي وعلى مستوى ولاية جنوب كردفان، وفيه مشروعات إنتاجية بالتنسيق مع الشراكات وتوزيع لهذه المشروعات الإنتاجية. أضيف إلى ذلك فيه نموذج لزواج جماعي لأسر الشهداء الكرام، ثم بعد ذلك يلي لقاء الحاشد ولقاء العهدي والبيعة مع رئيس الجمهورية مع أهل جنوب كردفان مع الشهداء الكرام وأسر الشهداء الكرام، أنه على العهد إن شاء الله ماضون يعني. وكذلك أمسية يتم ليلة أنفاس الشهداء، هذه الليلة بتعبر أيضا على يعني تاريخ وتضحيات الشهداء الكرام في كادوغلي بمشاركة قومية مميزة بتعكس أدب الشهادة وبتعكس كذلك هذا العهد والميثاق، ومشاركة محلية من ولاية جنوب كردفان فيه تكريم كذلك للناس الحقيقة سندوا المنظمة ولا زالوا يسندونها على مستوى المركز والولايات. بصورة عامة ده الشكل العام للمنظمة وللعيد يعني، وهو حقيقة في ولاية جنوب كردفان ذات طابع خاص وذات يعني ألق خاص، باعتبار أنه ولاية جنوب كردفان ولاية متميزة، ولاية الآن تعيش بشراية السلام. نحن في المنظمة حقيقة شاكرين يعني لأهل ولاية جنوب كردفان ولقيادتها
على هذا التنسيق المحكم الرأسي والأفقي وعلى إنفاذ هذه المشروعات الكبيرة. نعم، حيكون يوم 23 إن شاء الله. نعم، 23 نعم. شاكرين جدا لحضورك سيد ملاسي وهاج ملاسي نائب المدير العام لمنظمة الشهيد، شكرا لكل أيضا أفكاركم، نتمنى لكم التوفيق إن شاء الله، ويعني أتمنى أنكم توفقوا في تقديم هذه الخدمات يعني لكل أسر الشهداء. يقال إنه الجزاء من أصل العمل، لكن لن نستطيع أن نجزيهم بالتأكيد يعني عن كل صبرهم وكل ما قدموه لهذا البلد. كثر خيرك. شكرا، جزاكم الله خير، بارك الله فيكم. شكرا جزيلا.